يا أعزائي، كيف حالكم؟ إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم، كانت تايلاند. والدولة الجديدة التي سنسافر لها اليوم هي دولة فيها أنواع كثيرة من الكاري وتقدس البقر، وهي دولة اسمها الهند. هيا نسافر إلى الهند مباشرة. هذا علم الهند. هذه صورة نهر الغانج المشهور في الهند. يعتقد الهنديون أن هذا النهر مقدس جداً. في هذه الصورة هناك الكثير من الأبقار في الوراء. لا يأكلون الأبقار في الهند لأنها مهمة في اعتقادهم. كما يظهر في هذه الصورة، يأتي عديد من الناس إلى نهر الغانج. وهذه صورة الأب وبنته مرتديين لملابس الهند التقليدية. إن ألوانها ونقوشها جميلة جداً. شكل القبعة مميز جداً، اسمها عمامة. شكل الجد المرتدي للعمامة رائع. وآخر صورة هي صورة نساء يرقصن مرتديات للملابس التقليدية. واليوم سنرسم هذا المشهد معاً. هيا نرسم معاً بشكل جميل. أولاً نرسم البطلة بشكل كبير وهي ترقص، ونرسم أعمدة المبنى في الخلفية. الآن انظروا فقط. الوجه، الرقبة، الجسم، الذراعان، اليدان، التنورة. وأرسموا سقف المبنى والأعمدة، ونرسم عموداً في الوراء أيضاً. من هنا إلى هنا سقف المبنى. رسمت بعض الأشجار أيضاً لأن الخلفية فارغة. هيا
هيا يا أعزائي ارسموا أنتم أيضا. ويكفي أن يكون رسمكم بهذه الطريقة. إذا انتهيتم الآن نرسم بالتفصيل. لا يجب أن نرسم في نفس الأماكن التي رسمناها في الأول. ارسموا كما تريدون. هيا نضع نقوشا على الملابس. Thank you.
أن نضع النقوش بالتفصيل، أولاً نمسح الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف. والآن نمسح الأجزاء التي رسمناها بشكل خفيف. ارسموا أي شيء تريدون رسمه في الخلفية ولونوا كما تحبون أيضاً. قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف
كانت المحاضرة اليوم؟ لأول مرة رسمنا شخصاً يرقص، كان أصعب من أوضاع أخرى قليلاً، ولكن إذا تمرنتم أكثر من مرة سترسمون بشكل ممتاز. أشجعكم يا أعزائي، إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة.